تعمل القيادة السياسية والحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري طوال الوقت، وفي الإطار ده أكدت وزارة الإسكان أنه تم تدعيم منظومة الصرف الصحي بالقاهرة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية ومشروعات الإحلال والتجديد بقيمة بلغت نحو 7 مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية، ده فضلا عن تطوير منظومة صرف الأمطار في المحاور الرئيسية لتستوعب التغيرات المناخية وزيادة كميات الأمطار اللي بتشهدها العاصمة في السنوات الأخيرة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معانا عبر الهاتف مهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة. مساء الخير مهندس عادل، وقلنا يعني تم تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية ومشروعات الإحلال والتجديد في شبكة الصرف الصحي للقاهرة، يعني عايزين نتعرف منك على أهم تلك المشروعات بعد إذنك. هو الحقيقة السنة دي وكم سنة اللي فاتوا من ساعة تولي فخامة الرئيس هو فيه اهتمام شديد بمنظومة الصرف الصحي في القاهرة، فأهم المشروعات اللي احنا الحمد لله قدرنا ننجزها خلال الفترة اللي فاتت احنا اشتغلنا على كذا محور. المحور الأولاني ان احنا نرفع من طاقة محطات المعالجة لأن هي دي عشان نقدر نحصل على مياه معالجة بيئيا نقدر نصرفها على المصارف بدون ما تأثر على البيئة في البلد. فوسعنا محطة الجبل الأصفر بإضافة مرحلة نص مليون، بقت بدل ما كانت 2 مليون بقت 2 مليون ونص، وأضفنا مرحلة في محطة عرب أبو سعد في حلوان كانت 350 بقت 550 ألف، وعندنا خطط لتوسعات تانية إن شاء الله خلال السنتين اللي جايين. وبعدين رفعنا محطات الرفع عشان نقدر نخدم المناطق اللي داخل القاهرة، أضفنا محطة معالجة في مدينة السلام بطاقة مليون، وأضفنا محطة رفع في حلوان بطاقة 250 ألف، وشغالين إن شاء الله في محطة هتنتهي الخدمة هتنتهي مشاكل تنفيذها خلال شهر اللي هي محطة الأميرية، هنضيف مليون ونص متر مكعب، بدل ما بترفع 2 مليون هترفع 3.5 مليون متر مكعب. وعملنا توسعات في مراحل في محطة القلق ومحطة القصوص، ودي المنظومة الرئيسية اللي بترفع مية القاهرة. وبعدين ضفنا مجمعات رئيسية في عين شمس، لسه يمكن فتحنا خط بنيمة حوالي شهر، ده ادى لرفع معظم المشاكل اللي كانت بتقابلنا في منطقه عين شمس وعزبه النخل، الحمد لله اتحلت بسبب الخط ده. واشتغلنا في مناطق المقطم والمعادي وتقسيم اللاسلكي ومنطقه دار السلام، واشتغلنا في منطقه الاميريه واشتغلنا في الحدائق. المهم احنا بنشتغل في معظم مناطق القاهره. كان في محور مهم جدا بنشتغل عليه اللي هو خدمه المناطق المحرومه. احنا كان عندنا بعض مناطق محرومه، رفعنا احنا الخدمه في القاهره حاليا 96% بالنسبه لتعداد السكان. احنا طبعا تعداد السكان بتاعنا على ما يقلش عن 13 مليون في القاهره. رفعناها من 92 ل 96، وان شاء الله في خلال سنتين عندنا خطط ان احنا نكون انتهينا خالص من المناطق المحرومه بالقاهره. فدخلنا مجموعه محطات لا يقل عن 10 محطات في محطه في حي الامريكي حي المرج، وخدمنا بعض مناطق في حلوان والمعصره والتبين، وما زلنا بنستكمل عشان نخلص من المناطق المحرومه ان شاء الله خلال سنتين ان شاء الله. ان شاء الله. برضو في محور مهم جدا كنا شغالين فيه اللي هو مواجهه الامطار. يمكن اول سنه السنه اللي فاتت دي يضاف لنا في الموازنه بتاعتنا مبالغ لمواجهه الامطار، استفدنا منها ان احنا اشترينا معدات جديده، وفي نفس الوقت دعمنا انا بلعات الامطار على مستوى المناطق المهمه. احنا عملنا اضافه خلال الشهرين اللي خلال السنتين اللي فاتوا بس 2000 بلاعه بطر زياده، وبنعمل مجمعات رئيسيه ومحطات رئيسيه في طريق الاوتوستراد عشان نحاول ان شاء الله نحل مشكله تجمعات المياه اللي بتتم في الاوتوستراد. ان شاء الله المشروع اوشك على الانتهاء. وفي مناطق كتيره جدا دخلنا فيها بلعات امطار ما كانتش فيها، زي منطقه جوزيف تيتو، زي جسر السويس، الكورنيش النيل كان في مناطق فيها مشاكل الحمد لله بتحلها دلوقتي وقربنا نخلصها. فدي منظومه جديده الحمد لله قدرنا ان احنا ندخل فيها بقوه خلال السنتين اللي فاتوا. بالتاكيد. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم، اتفضل كمل فكرتك. في برضو محور مهم احنا شغالين عليه اللي هو المنشآت بتاعتنا احنا كشركة. احنا بنحدث المنشآت بتاعتنا عشان تقدر تقابل المواطن لما بيجي يقدم شكوته يلاقي خدمة عالية
ويلاقي خدمه تتعمل له بمنتهى اليسر والسهوله، عايز يقدم على وصله، عايز يقدم على توصيل صرف صناعي، عنده مشكله في الخدمه، في مشكله منطقه فيها طفح، فعملنا مراكز خدمه عملاء على مستوى القاهره، اضفنا مركز في حلوان، واضفنا مركز في المطريه، واضفنا مركز في شبرا الخيمه. وان شاء الله عندنا خطه ان احنا نتوسع في المراكز دي عشان نقدر نقرب للمواطن الخدمه ونتعامل معاه بصوره مباشره ان شاء الله يا وبرضه وطورنا مراكز التدريب، لان التدريب مهم جدا في المجال بتاعنا. طبعا المجال أكيد. بتاعنا تخصصه نادر شويه، فلازم ان احنا نعمل كوادر عشان نقدر نواجه بيها المستقبل، ونقدر ننقل خبراتنا والخبرات اللي احنا اكتسبناها للجيل اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا المهندس عادل حسن، رئيس شركه الصرف الصحي بالقاهره، شكرا لحضرتك.